موقعة أحمد بن علي والتي سبقتها مباراة في حراسة المرمى، ويضع طبعا بقية الأسماء 5 سيد هادي عقيلي، 6 عبد الله الدياني، 7 محمد عمر، و11 في كامل المباراة ينزلون. حضور جيد وحضور ممتاز في بداية الموسم بالفوز على العربي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على ملعب نادي السد، ملعب جاسم بن حمد. العربي بدون شك أيضا إلى الجهات اليسار، إلى محاولة ريانية مع بداية المباراة، إلى انطلاقة ريانية تأتي مع اللحظات الأولى من المباراة. الريان الذي في المرحلة، تمريرة ملعوبة إلى فابيو سيزر، فابيو سيزر وقوع وصافرة، ضربة حرة مباشرة موجودة. اللعبة الكرة في وسط الملعب، فابيو سيزر يكسب مخالفة، ضربة حرة مباشرة. فابيو سيزر الموسم الماضي بواقع 17 هدف، كان صاحب أعلى معدل فرق هو لقب الدوري وكذلك لقب دوري أبطال القارة. هذه الكرة موجودة الآن لصالح الريان على الجهة اليسار، رودريجو أو فابيو سيزر. فابيو سيزر يحول، عندك نيلمار، يعني عندك حلول كبيرة جدا بالنسبة لخط الهجوم. إسماعيل لذلك يضع الآن كرة لمصلحة قطر، كان فيها شيء من الخطورة لكنها مقطوعة، ترجع مرة ثانية إلى صالح دانيال جومو. ياخذ كرة، يلعب كرة ساقطة ممتازة فابيو سيزار، لكن في الأخير محمد صاحب 28 سنة الذي لعب مع لأوتوري خلف في فريق الريان. ضربة حرة مباشرة لصالح الريان الآن، التسديدة ملعوبة مباشرة إلى المرمى، ثم التغطية موجودة والكرة إلى خارج أرض الملعب، إلى ضربة زاوية، إلى ركلة ركنية، ضربة زاوية لصالح الريان على الجهة المقابلة. ضربة الزاوية يتحرك إلى تنفيذها رودريجو تباتا، ضربة زاوية عند رودريجو تباتا. يونس علي يلعب الكرة على الجهة اليسار، محاولة موجودة عند فابيو سيزر، سيزر وقوع وصافرة مخالفة، ضربة حرة مباشرة. سيزر إذا وقوع وضربة حرة مباشرة لصالح الريان. القيمة الفنية الحاضرة معنا الآن في أرضية الميدان والآن الموجودة نوعيا كانت حاضرة في العام الماضي، التحسن وصل إلى شيء. تباتا ما زالت مع الكرة، تباتا إلى فابيو سيزر، فابيو سيزر إلى نيلمر، فابيو سيزر كان عليه حجز بالكرة الريان، لكن هذه المرة بواسطة لاعب البرازيلي الجديد الذي بلا شك أشغل الساحة في الحديث عن اللاعب نيلمار. هذه كرة ملعوبة منقولة إلى الأمام، عبد الرحمن يرجع الكرة للخلف إلى فابيو سيزر، فابيو سيزر تمريرة إلى الوراء، فابيو سيزر مخالفة، ضربة حرة مباشرة لفابيو سيزر. سيزر عمل استدارة ممتازة مع مراد راجي. الريان عند رودريجو تاباتا، للخلف من رودريجو تاباتا، وكان في دخول قوي مع تاباتا. اللعب مستمر، حكم المباراة اعطى الفانتج بعد مباراة. يونس علي يدور له على رفيق موجود مع فابيو سيزر، راجعون الى منتصف ملعبهم، يعني كل عبد الكريم العلي مكان فابيو سيزر. فابيو سيزر اذا يترك ارضية الملعب، والبديل عبد الكريم العلي.